إذن لا تزال الجزائر تحتل المراتب الأولى عالميا من حيث عدد حوادث المرور التي تحصد سنويا أرواح الآلاف من الأشخاص، ما يستدعي دق ناقوس الخطر، تقول سونيا غاسي في هذه الورقة. أخذ إرهاب الطرقات منحا خطيرا خلال السنة الماضية التي عرفت تسجيل أكثر من 1600 قتيل في عين مكان الحادث في أكثر من 60700 حادث مروري. نعينا سنة 2019 بتقريبا أكثر من 60700 حادث مروري، نجمع أنه 72637 إصابة أشخاص، وكذا فيما يخص 1772 حالة وفاة في مكان الحوادث. كما عرفت بداية هذه السنة، إن لم نقل في الأسابيع الأولى من شهر جانفي، تسجيل أكثر من 100 قتيل لحوالي 2500 حادث مرور. هناك يعني ما يقارب يعني أكثر من 2500 حالة مرور، الأكثر المميت كذلك، وما نجم عنه 3000 يعني جريح، ما يقارب 3000 جريح، وما يخص الوفيات تجاوزنا 100 حالة وفاة. ويعود السبب الأول والرئيسي حسب المصالح المختصة وبالدرجة الأولى إلى العامل البشري وعدم احترام قوانين المرور مع التجاوزات الخطيرة، ما يسبب في حصد المزيد من الأرواح إن لم يتم توسيع نطاق التحسيس والتوعية.